السلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. وقبل كل شيء نحب نشكركم على 100 مشترك. صحيح هو عدد صغير في العالم تاع اليوتيوب، اما في العالم تاعي عدد كبير ياسر، والعدد هذا يزيد يشجعني اكثر واكثر باش نبذل مجهود اكثر في القناة هذيا ونحاول نطور الخدمة تاعي. وفما ديكادو بالمناسبة هذه، وان شاء الله في بداية الاسبوع هذا باش نقول لكم شنو هو الكادو. وبالنسبة لفيديو اليوم نحب نوضح نقطة بسيطة وسهلة ياسر، وبالرغم من البساطة نتاعها برشا عباد يغلطوا فيها. كي تمشي تشري سروال جديد، تقيس السروال تاخذ الطاي نتاعك يجيك مكبوس شوية، بالتالي تاخذ نفس الطاي ويجيك مرفوف. تقول الطاي نتاع السروال غلط، لكن الطاي نتاع السروال ماهوش غلط. جيت انت لازمك تفهم شنو هي القصة نتاع السروال. وفما 5 قصات أساسية نتاع السروال: سكيني فيت، وسليم فيت، وريجلر فيت، وريلاكسد فيت، ولوز فيت. وكيف تثبت في التيكيه نتاع السروال تلقى مكتوب عليه نوع القصة، كيما السروال هذا مكتوب عليه سكيني فيت. طبعا باش نعلمكم كيفاش تختاروا نوع القصة اللي تتماشى مع نوع الجسم متاعك. نبدأ بالشخص النحيف، والسروال الوحيد اللي يناسب نوع الجسم هذا هو سكيني فيت، واي نوع اخر بشدة كبيرة عليه. وطبعا نزيدوا درجة اخرى للاشخاص اللي عندهم حجم متوسط، واحسن قصة للاشخاص هذوما هي السليم فيت والا الريجلر فيت. وبالنسبة للشخص السمين والا الشخص اللي عنده ساقين كبار، القصة اللي باش تتماشى معاه هي ريلاكسد فيت والا لوس فيت. وهذه باش نعلمكم زوز خدع بسيطة وسهلة ياسر، نجم توفر عليكم برشا وقت اثناء التسوق اذا كان ما تحبش تقيس السروال. الطريقه الاولى تحط المرفق بتاعك داخل حزام السروال، وهكا نجم تعرف كان السروال يجي قدك ولا لا. والطريقه الثانيه تحط السروال ورا ظهرك تخليه مع رقبتك، اذا كان يجي بالضبط معناها هكا زاد السروال يجي قدك. وهكا وصلنا لنهايه الفيديو. جيم بارطاج الفيديو كان عجبك، وما تنساش تعمل ابوني على خاطر الجمعه الجايه عندنا كادوات، وان شاء الله نلتقانا في الفيديو الجاي.